السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وفي شيء اسمه سوارة سوني اللي هي سمارت باند، نفس الباند اللي هي سوارة ذكية. من خلال السوارة الذكية أنا نفس سوني تقدر تسوي شوية أشياء، وفي برنامج مخصص هم سووه للموضوع، البرنامج اللي اسمه لايف لوج. لايف لوج كان قاعد تقول مو مذكرات حياتك ولكن متتبع حياتك، كامل تتبع حياتك حيكون على نفس السوارة. البرنامج كان جدا جميل ولقيت فيه بعض الخصائص، خلونا سوا نشوف الخصائص وبالضبط السوارة سوا كيف نتعامل معها. لما نشوف السوارة نفسها العلبة حقتها يعطيك بعض الأشياء، الميزات أنها ترى هي بلوتوث ونفسي، وعندكم مقاومة للموية والغبار، وبرضه عندكم منها عن طريق الـ USB مايكرو موجودة، وحطي لك الألوان حقتها. اللي عندنا هي لون أسود، وكتبين عن برنامج اللايف لوج اللي موجود. الأشياء اللي موجودة في الباكس، هيجي عندك السوار بحجم سمول والسوار برضو بحجم لارج اللي موجود عندنا هنا، وهتلاقوا في فرق كبير من ناحية المقاس حق نفس السوار اللي حطيناه فوق بعض، يعني يبان اوكي شايفين ممتاز في فرق. وبرضو حيجي عندكم السلك حق الشحن. الحين لو رحنا للتطبيق نفسه، خلينا ندور الجوال، هو سوني، هذا التطبيق حق سوني. السوارة حطيتها قبل ما انام، وفيها نمطين، نمط الليل ونمط الصباح. نمط الليل لما شفت شغل هنا يطلع اللمبات الثلاثة هذه، الثلاث دتات انه 1 2 3، لو كان هذا نمط الصباح. نمط الليل يصير يعطيك النقطة الاولى والاخيرة مع بعض، بعدين النقطة الوسطى، هذا نمط الليل. الفرق بين نمط الليل ونمط الصباح انه نفس الساعة الخصائص او السوارة الخصائص حقتها بتكون مختلفة نوعا ما. فلما نتكلم على لايف لوج، اول ما تدخل لايف لوج، انا يوم ما حطيتها امس وضح لي انه في 6 ساعات و10 دقائق بالضبط هي اللي نمتها، وضح لي انه في 1000 كالوري، انا يعني تونا قمت ورحنا فطرنا كل شيء. الخطوات اللي مشيتها 597 خطوة، وبرضه عندنا 3 دقائق تقريبا هي دقائق المشي الكاملة اللي سويتها من قبل ما انام امس الى الان وقاعدين نصور الفيديو هذا. الحين اللايف لوج من خلاله يعطيك مزايا وخصائص جدا كبيره. لو نرجع شوفوا الحين هذا مكان النوم، ملاحظين انه التايم لاين بالساعات قاعد يتضبط معانا. حتى لما هنا شغلت لعبه حق التابت اوت حق سيمبسونز، طلع لي ان ذا سيمبسونز، شغلت اللعبه لمده 4 دقائق في الوقت هذا، من الوقت هذا للوقت هذا. وبرضه يصير يعطيك باترن انه كل يوم كم انت قاعد تشتغل في اللعبه هذه، يعني كم تقعد تستخدمها، سواء العاب سواء مشي اشياء زي كذا. الكالوريز اللي موضح الكالوريز، هذا استهلاك الكالوريز حقتنا. فيقول لك الباسيف كالوري بيرن والكالوريز بيرند ديورينج اكسرسايزز، التدريب وما التدريب هو المشي، هذا فتره المشي. اما هذه هي يوميا الكالوريز اللي قاعده موجوده في الجسم اللي passive burn، الشيء الطبيعي اللي نسويه. فالاحمر هو يمكن نقدر نقول calories burn during exercise، التمارين المفروض انه يصير لشيء 100%. 2500 تعني وصلت حد الكالوريز اليومي حقي لو وصلت 2500. اذا الحين الساعه 10:30 الصبح وتقريبا خلصت نصها، ما ادري ايش اسوي لليل. صوم ايه. فنرجع الحين وخلنا نشوف الوقت اللي احنا موجودين عليه، تقريبا قاعد نتكلم على 10:30. الشيء الجميل اللي تقدر تسويه في التطبيق هذا انه يتبع لك الاشياء كامله ما دام جوالك مربوط على السوار. السمارت باند الميزه حقتها انه طبعا بعد ما تقارن عندك في الجوال تقدر تحطه على اي جوال اندرويد، مو شرط زي مثلا بعض الساعات الاخرى انه يكون مثلا عندك سامسونج. فلما نتكلم على الجير لازم عندك سامسونج بعض الموديلات المحدده، هنا لا، تقدر تنزل التطبيق من المتجر، وبرضه تنزل الاداره حقت نفس السمارت باند من المتجر. وهذه الاداره حقت السمارت باند موجوده عندكم مجموعه تطبيقات، شفت ابلكيشنز موجوده، وعندكم ابلكيشنز كثيره موجوده عليه، هي اللي انا حملتها قبل، وهذا الحين الابلكيشن اللي شغال حاليا. البطاريه في عندكم واحده من الخطين اللي موجوده في البطاريه، خلينا نتاكد هنا نشوف اي، شوف هذه الابلكيشنز اللي موجوده فيها، انا اشوف البطاريه ما يعطيني عليها البطاريه. المهم فيها خط واحد بس، الخط هذا يعطيك 2 يوم و6 ساعات، يعني تقريبا نقدر نقول من يوم ما فكيتها من العلبه الى الحين طبعا ما شحنتها ولا سويت شيء، وغلط مني، المفروض اني اشحنها نص ساعه قبل ما ابدا استخدمها، ولكن هذه الحين باقي 2 يوم و6 ساعات. لما نروح لنفس السيتنجز حقت الساعه، فيها اعدادات مره عجبتني، طبعا انه توضح لها نايت مود اللي هو نمط الليل، واوتوماتيكلي تلقائيا من الساعه 11 بالليل الى الساعه 7 الصباح حتصير على نمط الليل. النمط هذا من خلاله في اشياء توقف زي التنبيهات وما التنبيهات والازعاج حق التنبيهات، حيصير يتوقف. التنبيهات اللي هي زي كذا، يجيك مسج على جوالك، يجيك شيء على جوالك تعطيك زي الفايبريشن، هزه خفيفه على يدك. سمارت ويك اب من ابطل الاشياء اللي موجوده. اذا انت بتصحى الساعه 7 الصباح، فسمارت ويك اب من الساعه 6:30 الى الساعه 7 بيبدا يعطيك منبه بسيط، بحيث انه انت لما تكون في النوم العميق شوي شوي يصحيك، يعطيك زي الهزات خفيفه وتقوى تدريجيا خلال النص ساعه هذه، على اساس تقوم من النوم بكل بساطه. ما تقوم من النوم وكان واحد كابن عليك كاس مويه، لا، تقوم من النوم وكانه في واحد صار له نص ساعه يقول لك يا فلان قوم، يا فلان قوم اصحى.
زي كذا. فالمهم نروح للألارم اللي هو المنبه اللي موجود على نفس الساعة. من خلال الألارم تقدر تشغله وتطفيه بحيث إنه يكون smart band will vibrate when the phone alarm alerts. لما جوالك أو التابلت حقك اللي مربوط بنفس smart band يرن تصير نفس الساعة السؤال سوارة تهز. out of range alert أنا ما حطيته بحيث إنه مثلاً ما أبغى أشيل معي الجوال في كل وقت، أروح الفطور نزلت مكان ثاني هنا مثلاً في الفندق ورجعت عادي، ولكن إن شغلته يصير لما أبعد مسافة محددة سمارت باند يبعد عن الجوال على طول يعطيني تنبيه فأتذكر أن الجوالي مو معي وأروح أخذه. incoming call لما يجيني مكالمات برضه حيصير في تنبيه على نفس السمارت باند وهذا يقدر أحطه. في عندكم برضو تطبيقات وما تصورت أنه حيكون تطبيقات زي الأوفيس، ما الأوفيس لها علاقة في السمارت باند، ولكن هي الموضوع ليش في أوفيس؟ عشان لما تشغل مثلا باوربوينت تصير تغير السلايدات في الزر الوحيد اللي موجود على سمارت باند، تصير تقلب بسلايدات. لما تشغل الكاميرا وتبغى تاخذ صورة بكل بساطة، حتى شوف هذا اليوزج تيبس، تشغل الكاميرا حقت الجوال وكل حاجة وبعدين تضغط ضغطة to take a picture وتاب توايس عشان تستارت فيديو. فأنت مشغل الكاميرا وثبتها في مكان، اضغط ضغطة على سمارت باند ياخذ صورة، اضغط ضغطتين بيشيل فيديو، يعني حركة بطلة. وبرضو عندنا مثلا find my phone لقي جوالك، برضو عندكم حق الميديا بلاير تصير تشغل افلام، فانت لو مشغل من جوالك او من التابلت حقك فيلم او وسائل صوتية وقاعد تفرج عليها يعطيك الحركات اللي تسويها على اساس انك تقدر تفرج. فشوف تاب عليها ضغطة نقرة نقرتين ثلاث نقرات اشياء زي كذا على اساس يصير عندك تشغل الفيديو توقف الفيديو. برضو عندكم السويت لما تكلم على الاوفيس سويت، هذا الاوفيس سويت يمكن كنترول يمكن كنترول باوربوينت مال باوربوينت من نفس الاكسسوار. وبرضه فايند ماي فون تكلمنا لها اكشن كاميرا، استغربت انه لما اضغط على اكشن كاميرا يروح المتجر التطبيقات الاساسي، انا اقول له بلاي دائما فيقول لي ما ايتم نوت فاوند، بس ما جربت اشوف السوق الثاني، ما اقول لك هو في السوق الثاني، انا اقول لي يبغى يوزر نيم وباسورد الاشياء هذه، سوى الحركه ذي ما بيها. اوكي فاكشن كاميرا يمكن التطبيق هذا مو متوفر في متجرنا، فلما اضغط عليه سواء في المتجر حق بلاي او متجر سلايد مي ام اي ميدل ايست برضه ما هو موجود. عندكم هذه الحين شفنا الاشياء اللي موجوده على السواره، طبعا السواره الحين الابلكيشنز اللي شغال عليها المربوط فيها هي اللايف لوج. اول ما شغلتها على طول وشبكت الجهاز طبعا تشبكه بالان اف سي، لا سويت تابينج بين نفس جوال السوني ونفس الجوال السواره هتقدر تسوي موازنه بين اثنين مقارنه بين اثنين. الشيء هذا برضه تقدر تسويه عن طريق البلوتوث مع الساعات الاخرى. لو شفنا السوار، السوار هي القطعة الداخلية اللي موجودة في هذه، وتقدر بالفعل تشيلها مثلا تحطها تكرمون جزمة رياضة تحطها في كتاب مكتوب التوجيهات اللي معاها، اساس انه وين تقدر تشيلها معاك بحيث انه تصير بدل ما تلبس السوارة تصير هذه موجودة معك. السوار مقاوم للموية ومقاوم برضو للغبار، مقاومة الموية عليه درجة 8. فلو شفت الفيديو اللي سويناه قبل حق درجة 8 وشو، وعندكم الفيديو اللي تقدر تضغطوا عليه او الرابط موجود تحت يوضح لك وش الدرجات هذه ومسوينه باسلوب فعل الحمد لله. فلما نتكلم على انه درجة 8 المفروض من خلال درجة 8 ما تدخل الموية ابدا على الجهاز والجهاز يكون مقاوم للموية بشكل جدا كامل، ولكن برضه لقيت فيه نصائح توجيهات انه ما تاخذها معك تسبح في السوار بحد ذاته، وبعطيكم تحديث على الموضوع اول اول على تويتر ان شاء الله. فمن ناحيه السواره تصير تاخذها تصير تستخدم حياتك الطبيعيه فيها اول باول، مبدا ان تلبس السواره وتشوفه قبل 10 سنين لما واحد مننا يلبس السواره غير الساعه، شوف النظارات اللي تجي، يمكن نحط حقت نايكي قبل 5 سنوات شيخ تجي النظارات مو طبيعيه، ايش اللي انت حاطه؟ عيب عيب. المهم الحين الموضوع عادي ففله، فانت حاط صور زي ذا يقدر يحسب لك اشياءك تحركاتك اليوميه وتقدر تشوف يعني النمط حق الحياه حقتك، يعطيك تنبيهات انه هذه الاشياء بزياده انت قاعد تلعب بزياده قاعد تنام او يبغالك تنام اكثر او يبغالك حتى تسهل اكثر، هذه ما اظن انه بيطلع كتنبيه ولكن هذا موجود. فسوار سمارت باند موجود تقريبا موجود من 399 ريال الموجود ل 500 ريال، هم مضبطين حتى الظاهر في السعوديه انه تشتري زي 2 يجيك بعض العروض يجيك مع نفس السوار، ولكن غير كذا في اشياء بديله برضه من شركات ثانيه وقاعدين نسوي لكم تجارب واشياء عليها. من ناحيتنا اتمنى تقولوا لنا وش رايكم في السوار، وبسوي تجربه كامله بروح سفره كامله يعني شوف من الان اللي هو اللي صورت في الفيديو ذا من امس بالليل مركب السواره، فبستمر كم يوم بعدين اعطيكم مقلخص لايف فلوج بالضبط هل اشوفه شيء دقيق مو شيء دقيق وما حصير افسخ السواره هذه ابدا باذن الله خلال الفتره. تابعونا حنكون في البرازيل ان شاء الله ونحضر مباراه ايطاليا وانجلترا، ماني براعي كوره بس بنقول لكم التجربه من ناحيه التقنيه والاشياء التقنيات الموجوده في الكوره والاشياء اللي مسوينها في الملاعب، ونصور ننزل على نفس الملعب حق الامازونيا اللي موجود في مانوس، وقاعد اقول اشياء كثير منكم يقول ايش دخلنا. المهم من ناحيتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخوكم فيصل السيف في نهايه الفيديو، لا تنسوا تعطونا لايك والاشتراك، والاشتراك يدعمنا كثير في القناه من مبدا انه تصير دائما تشوف فيديوهاتنا. شيء ثاني من ناحيتنا الارقام عندنا تزيد وهذا يكون شيء احسن باذن الله.
ولا تنسونا برضه من اللايك حقكم، اعطوا لايك على الفيديو هذا شيء بطل، انت كل واحد يسوي لايك هو انسان بطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.